مالك يا زين؟ في ايه؟ في عربيتين قطرنا من ساعة ما خرجنا من المنطقة. ايه؟ دول بيقربوا مننا. طب حاسب حاسب، وسع لهم وسع لهم. كويس يا زين؟ حديد، إذا كنت أنت حربي المهدي فأنا برضه زين الأشهر. ما فارم عليك، طول عمرك قلبك ميت. الشنطة! ارجع مجنون! يا ابن الأشهر، باين عليها كده هتحلو على الاخر. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. وحشتني يا قاضي اتوي منك لو. عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلت لك يا قاضي حرب انت وزين ان انا هزفكم لاخرتكم؟ ما سمعتوش كلامي وما صدقتونيش. على فكره يا زين مش عايزك تقلق على دودي. دودي دي في الحته الحلوه اللي هنا. هتجوزها. فين ياضي الألمونيا اللي معاك؟ ألمونيا ايه؟ المصلحة. الشنطة اللي خدتها من رشوان بيه. بعينك يا بضايع. هتجيب الشنطة يا حبيبي يا تيوي منك لو. هتحضر الفرح انت وحربي وهنعيش كلنا في بيت واحد. مش هتجيب الشنطة؟ هطلع انا ودودي حبيبة قلبي ناخد العزا على قبركم. تصدق يا ياض، انت طول عمرك بق ورخيص وجبان. لا يا زين عيب، ما تتكلمش كده عن معلم أبضايا. لا هو صحيح نادله جبان وكل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في ريحة رجليه اللي تقرف الكلب يا أخي. بستحمى بقى وبطل وساخة. ماشي يا تيوي منك لو. حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم. اقف مكانك وارمي اللي في ايدك. نعم يا أخويا. احنا بليت سالم نفسك وارمي اللي في ايدك. يلا هذا الله يسهل لك من هنا. يلا يلا يلا. يا ريس يا حرب انت وقبضايا مش ناويين تجيبوها البر؟ انزلوا هاتوهم وحرزوا كل اللي معاهم، واللي يقاوم اتعاملوا معاه بمنتهى الشده. يلا اركبوا اركبوا.